25 دقيقة اللي مرت. إيمان أبو بصير لكن زيكو يلعبها كرة في المرمى، هدف أول، هدف أول لزيكو، يسجل أول هدف اللقاء، أول أهداف اللقاء كانت قد مرت عن طريق زيكو، يسجل أول أهداف اللقاء زيكو بعد مجهود رائع جدا من هذا اللاعب، يضع الكرة في الشباب في هدف أول هنا في بطولة الكأس الدولية، أول أهداف البطولة لفريق بيس في إندهوفن. الوضع الآن بالنسبة لفريق بيس في إندهوفن، التسجيل الثاني أعتقد راح ينهي على المباراة، ينهي على كل الأمور، لأن هدف ثاني من جانب سيكو، لكن إيماني مو بصير حارس مرمى إيماني وكرة سيكو أوه على الهدف الثاني. هدف ثاني بيس في إندهوفن، يسجل الثاني عن طريق أبرز لاعب زيكو. الله على أيضا رقصة رائعة جدا من الأسمراني الآخر، هو المدافع أبو بكر كوني، وبالتالي زيكو يضعها قوية جدا في مرمى إيمان أبو بصير. هدف ثاني في مرمى الرجاء لمصلحة فريق بيس في إندهوفن، ركلة جزاء حاضرة لمصلحة، الكرة خطيرة جدا لمصلحة فريق بيس في إندهوفن، يتلاعبون بالشكل الجيد. يا سلام يا سلام عليك يا سيكو، سيكو يسجل هدف ثالث هنا لمصلحة الهداف. هذه كرة مقطوعة، أخطاء دفاعية كثيرة حاضرة في خط دفاع فريق الرجاء، لمسة حلوة، انطلاقة رائعة جدا كانت من جانب يوربي، وبعدها يوربي هيا لمصلحة سيكو، سيكو ركنها بقوة في مرمى إيمان أبو بصير، وهدف ثالث رياض 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 يسدد، وكرة توصل الأمام وملعوبة أمامية عرضية، ملعوبة كرة في الجول، كرة في الجول، أول أهداف اللقاء لمصلحة فريق الرجاء هنا بعد كرة عرضية كانت عن طريق البديل سفيان محروق، يسجل أول هدف اللقاء، كرة صدت لحظ صد، وكرة بالفور وعرضية وملعوبة وبالرأس في مكان رائع جدا، هدف أول لمصلحة فريق الرجاء البيضاوي. تأخر كثيرا هذا الهدف لكن سفيان محروق اللاعب البديل في الشوط الثاني يسجل أول أهداف اللقاء لفريق الرجاء. القائد لفريق الرجاء يقلص الفارق ولا لا؟ رياض 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 يا رياض، يسجل الثاني، يسجل الثاني الرجاء، وبالتالي يعطي أمل لأن يعود في هذا اللقاء، الرجاء يسجل الثاني هنا في هذا اللقاء، 3-2 3-2، يعود بشكل مختلف وبصورة أخرى في شوط ثاني، حقيقة أتت معها الثقة.